مطعم فايف جايز هو مطعم أمريكي فتح في سنة 1996 لما قرر أب وأربع من أولاده أنهم يقدموا برجر مختلف عن باقي المطاعم الأمريكية. حالياً المطعم عنده فوق 1500 فرع حول العالم وتم تصويته كأفضل مطعم برجر في بريطانيا. الحلو وأنت بتستنى في الطلب تقدر تعبي صحن فول سوداني بنفسك وتتسلى عليه لغاية ما الطلب يوصلك. فايف جايز بيستخدم من زيت الفول السوداني لألي كل إشي مثل البرجرز والبطاطس وغيره.